انعقد المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بسيدي بوزيد في 22 مايو 2013، حيث انتخب السيد تهام الهاني أمينا عاما للمكتب التنفيذي الجهوي للمرة السادسة على التوالي. هو الحرص والعمل على البحث مع جميع الأطراف فيما يخص التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة بين الجهات وما إلى ذلك، وهذه في الحقيقة استحقاقات الثورة والتي لم ينجز منها شيء. ينعقد هذا المؤتمر في ظل تنافس انتخابي كبير بين قائمتين تضم قوى نقابية تمثل العديد من الحساسيات الاجتماعية والنقابية والسياسية ومعظم القطاعات الهامة في الجهة من صحة وفلاحة ونقل وتعليم. في السابق كان عندي تكوين نقابة، وعملت برنامج أني نستهدف كل العناصر النقابية اللي طلعت جديدة في النقابات الأساسية، ونستهدف أساسا الشباب والمرأة. في الحقيقة ما تنجمش تعطي برنامج إلا في اتجاه أنك باش تستمر في الدفاع والوقوف إلى جانب معناها حقوق العمال. انتهى الفرز في انتخابات الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بفوز مكتب تنفيذي جديد يتكون من 9 نقابيين لمدة 4 سنوات.